انا كان الحاجه الوحيده اللي غنقولها وغنتحمل مسؤوليتها هي انهم خصهم يشاركوا جميع الفنانين، يعني ماشي نفس الوجوه اللي كنشوفوه كل مره، يشرحوا لنا علاش ونعرفوا علاش. راه ما كاينش شي فنان اللي احسن من الاخر، كاين غير الفنان اللي تعطاته الفرصه والفنان اللي ما تعطاتوش الفرصه. شتي الفنان اللي عنده بطاقه الفنان الا ومعترف به الوزاره الوصيه، علاش حنا ما نزيدوش القدم؟ وحشومه حشومه انه رواد كبار عطاو الشيء الكثير اننا ما كنشوفوهمش. السيد القدر مطاع، سي محمد الخلفي، السيد البداوي، السيده صفيه الزياني، السيده ملكه العماري، شعيبيه العذراوي، عائشه ساجد، يعني فنانات كبار من عيار الثقيل. شي واحد اللي كيقول لك لا مسكين سولنا فيه ولقيناه مريض، وغير سول فيه وجيبوه يشارك غادي يبرق ما غيبقاش مريض. يعني الاعتبار اكثر من الفلوس، اكثر من كل شيء. انا ماشي ضد المؤثرين ولا ما عرفتش شيء، يكون سيدي ومولاي يكون سيدي، ولكن حتى واحد ما كياخذ بلاصه واحد اخر. يعني الا حنايا فنانين راه حتى الجمهور كيبغي يشوف الفنان ديالو، راه يمكننا نديرو نفس الدور وكل واحد غادي يأديه بطريقته اللي غتعجب هذا وغتعجب الاخر، واش فهمتيني؟ ايوا كنتمنى ما نبقاوش كل رمضان نسمعوا في هذا الشيء. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.